الرحمن الرحيم. الحمد لله ركبنا شاشة نيسان باترول بلاتينيو من شركة اقبال سليماني كلايتون دبي. او اي استفسار اونلاين عندنا موقع كارونيك.com. طبعا هذه شاشة نيسان باترول تسلا، الحجم الشاشة 12 بوصة، وفيها الشاشة المكيف التحكم بالمكيف، تقدر تتحكم في الشاشة. ومن أزرار تحت من صوبين أو من شاشة من أزرار تحت تقدر تحكم حق المكيف كلايمت. وشاشة أندرويد 2 جيجا رام و 32 حافظة داخلية. والشاشة فيها الراديو، تقدر تبحث راديو، وتقدر تحكم حق الصوت في التحكم سكان، وتقدر تبحث الشانل الارقام، او من اوتوماتيك من هنا، او من تحكم سكان. وفيها بلوتوث، تقدر تشبك تليفون، وتقدر تشغل اغاني ومكالمة كلها هنا من شاشة. وشاشة فيها واي فاي، تقدر تبحث واي فاي تدخل جوجل اكونت عشان تنزل برامج مال اندرويد في البلاي ستور، او من تقدر تشغل افلام من يوتيوب. وشاشة فيها 32 جي بي حافظة داخلية عشان تخزن افلام واغاني. وشاشة فيها خريطة ايجو نافيجيشن اوف لاين ماب، وفيها مابس حق جوجل، بس هذا لازم يشغل مع يشتغل مع الواي فاي، بس الايجو الاوف لاين ماب. الايجو هذه تقدر تبحث اماكن، وحق الجوجل ماب لازم تدخل اكونت مال جوجل، ولازم يكون الواي فاي عشان يبين الترافيك ولوكيشن. ندخل في الميوزيك عشان تشغل اغاني وفيديو. من هنا تقدر تختار الافلام في اليو اس بي، وتقدر تخزن على حافظة داخلية الشاشة. والشاشة فيها اوتو كيت كار بلاي، تقدر تشبك التليفون اندرويد عشان يبين الانفورميشن حق التليفون في الشاشة. وفيها برمجة غير ايزي كونكشن ميرور لينك، شبك تليفون ايفون واندرويد على الشاشة، اي شيء يبين في الشاشة في التليفون بين في الشاشة، ومن صوبين تقدر تحكم. وحولنا الكاميرا وكالة على هذه شاشة تسلا. والسنسرات الحساسات مال وكالة بين في الشاشة قدام وورا. وهذه حولنا الكاميرا وكالة على شاشة. يوم الدور التحكم سكان الديستنس الرولر يقوم مع التحكم سكان، يدور مع التحكم سكان. طبعا في الشاشة عندنا ابليكيشن سمارت ابليكيشن حق التليفون، نشبك مع التليفون. في كار كيت، في ايزي كونكشن. بنجرب الكار كيت، لازم يكون دانجل، الدانجل خاص حق النيسان، لازم يكون كيبل اصلية. شبك مع التليفون، بنشغل برمجة، اوتوماتيك يصير كونكت. عندنا مكالمة، اغاني، وفيها خارطة، وفي مسج، تقدر تشوف المسج سيتينج حق الواتساب. الواتساب يبين المسج، ما تقدر تفتح الواتساب وتكتب الرسالة، بس يبين.
وفي جوجل ماب، وفي الاشياء بعد تقدر تزيد في الشاشه اد ابلكيشن، تقدر اي برمجه تبغى تزيد على قائمه مال بلاي ستور، واشتغل سيري تب السيري بعد سيري بعد اشتغل. الشاشه نظام اندرويد، عشان تنزيل البرامج فيها بلاي ستور، عشان تنزيل البرامج في ابحث هني اي برمجه تقدر تبحث هني، تكتب اي برمجه مثلا جيم وسوشيال ميديا او ديجيتال تي في اونلاين تي في، تقدر تنزل من بلاي ستور نفس مال تليفون اندرويد البلاي ستور. وفي هني مال سيتنج عشان الابديت ماي ابس اند ماي جيم، ولو اي برمجه في داخل الشاشه تقدر تسوي ابديت، مثلا جوجل ماب ابديت، الجوجل يوتيوب جيميل اوريدي ابديتد، تقدر ابديت البرامج اللي فيه في الشاشه، وتبحث الاب وسوشيال ميديا واونلاين تي في رياضي اخبار. وبعد في اليوتيوب، معروف يوتيوب عشان الافلام، تبحث الافلام وتشوف افلام، وفي برمجه اليوتيوب. واول شيء لازم تساين ان الجوجل اكونت، لازم يكون الساين ان بعدين اشتغل اوريدي ساين ان مع الجيميل. نفس مال تليفون اليوتيوب. شكرا لمشاهدة الفيديو، اي استفسار لارقام موجود في الكابتشن، او تقدر ابحث في الجوجل karonik.com. Thank you, like and subscribe us.